وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الأستاذ محمد حامد، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. أستاذ محمد، أهلا بك معنا. إلى أين يسير هذا التوتر واستعراض القوى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وإلى أي مدى الولايات المتحدة جادة من خلال متابعتكم في الرد عسكريا على استفزازات كوريا الشمالية؟ طبعا أنا بحضرتك، أنا بشوف العلاقات الكورية الشمالية مع الولايات المتحدة علاقات متوترة في الفترة الأخيرة، وإن التصريحات الكلامية التي بيطلقها الرئيس ترامب في الفترة الحالية بتتسق مع تصرفاته بشكل عام في بناء سياسته الخارجية، عندما وصف الرئيس السوري بالحيوان من قبل، السخرية من طرد الدبلوماسيين الروس الأمريكان في روسيا. كل هذه الممارسات تدل أن الولايات المتحدة ترغب في عقد محادثات أو إحياء المحادثات السياسية مرة أخرى، أو بناء محادثات جديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أو على الأقل بناء محادثات سرية. وهذا ما تحدث عنه ريكس تيلرسون منذ أسبوع في إحدى المحافل الآسيوية في القارة الآسيوية. إن فعلا حدث الرد العسكري من الجانب الأمريكي، ما حجم المتوقع وما هي تبعاته من بلدين بهذا الثقل الدولي، وأيضا انعكاساته على الساحة الدولية؟ طبعا أنا بشوف أن الولايات المتحدة قدام تهديد حقيقي من كوريا الشمالية، خاصة جزر جوام اللي هي تابعة أو المواطنين اللي فيها أصبحوا تابعين للولايات المتحدة منذ الخمسينات من القرن الماضي، وهي جزيرة استراتيجية للغاية للولايات المتحدة. وبشوف أن تهديدات كوريا الشمالية ليست فرقعة إعلامية مثل الماضي، ولكن هذه المرة يبدو أن الأمر أكثر جدية، نتيجة خاصة في ظل الإدانات والتحذيرات الدولية من عواصم أوروبية زي برلين وباريس وما إلى ذلك من الدول التي ترفض التصعيد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. أستاذ محمد، برأيكم لماذا هذا التركيز على جزيرة غوام؟ يعني فقط كما ذكرت حضرتك أنه هي موقع استراتيجي، جزيرة استراتيجية، أم هناك أسباب أخرى؟ لا، أنا بشوف أن دي ممكن تكون من رؤية القيادة الكورية، أن دي أقرب نقطة لاستفزاز الولايات المتحدة، وكمان بتمر باليابان. اليابان كانت عملت إجراءات برلمانية لحماية حليف الولايات المتحدة عبر تشريع يسمح باعتراض أي صواريخ أو أي إيذاء يتعرض له أي حليف لطوكيو، ولذلك وجدنا استنفار كبير في الجيش الياباني لم يوجد أي تهديدات كوريا الشمالية ضد القوات الأمريكية الموجودة في شبه جزيرة كوريا أو في جزيرة جوام. طيب، في حال استمرت كوريا الشمالية في برامجها البالستية، ما حجم التهديد الذي يحدق بالعالم؟ لا، أنا بشوف أن الملف كوريا الشمالية يمكن حله عبر الصين، والصين بتمسك بهذا الملف للضغط على الولايات المتحدة وعلى روسيا، وتؤكد أنها لديها ثقل سياسي كما لديها ثقل اقتصادي. فيجب أن تكون بكين الضغط الأول والرئيسي على كوريا الشمالية لتخفيض التوتر في تلك المنطقة، ولتحجيم البرنامج النووي أو نزعه، أو تحجيم البرنامج الصاروخي، وهذا ما يرغب فيه كثير من الدول بل العالم بأجمعه. ماذا إن أستاذ محمد لم تضغط الصين على كوريا الشمالية؟ ما الذي يمكن الآن أن يردع كوريا الشمالية في إيقاف استفزازاتها للدول وأيضا استمرارها في تطوير برامجها البالستية؟ المزيد من العقوبات وفتح قناة حوار سلمية أو إعادة إحياء المحادثات السداسية مرة أخرى. علينا أن نستبعد الحل العسكري من طرف القوى الدولية، لأنه لن يكون مجدي وسيؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدولي. شكرا جزيلا لك، حدثنا من القاهرة عبر الهاتف الأستاذ محمد حامد، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية.